ثاني يدخل فيه مسمار. عيط عيط لومبيلونس عيط. السلام عليكم. اليوم احنا في لابلاش تاع بيبسي وغنجربوا لو بلوغينغ. لو بلوغينغ هي واحد لاكتيفيتي اللي تنديروا فيها جوغينغ و بلوكا اوب، هي بالسويديه جميع الزبل. في المغرب الناس عزيز عليهم لونطريمون في البحر، وفي بيبسي بان ليا جميع انواع الرياضات، ولكن عمرني ما شفت الناس تيديروا البلوغينغ، حيت بزاف المغاربه ما عزيزش عليهم يجمعوا الزبل. داكشي علاش عطيت رونديفو لواحد الجروب تاع المتطوعين باش يجيو يكتشفوا معايا اشنو هو البلوغينغ. هي الرياضيه والبلوغينغ، كل مره تتجمع تدير فليكسيون اكستنسيون، بعد مرات تدير لي زاكروبيسمون، وبعد مرات تدير لي زيتيرمون، وهذه هي لاكسيون برينسيبال تاع لا كورس. دونك كل مره تتجمع خاصك تحاول دير شي موفمون تاع الرياضه في لا كورس. ومن الناحيه البيئيه تنصح كل مواطن مغربي يجرب التطوع، حيت الا ما عطيناش وقت لبلادنا باش نحسنوها بلادنا ما تعطي لينا والو. ونزيدكم واحد الحاجه، ملي سالي الصيف تيتحيدوا التوارو وما تيبقى حتى شي واحد تيجمع. وكي بغيتو هاد البحر زوين اللي عندنا في الدار البيضاء يبقى نقي، الا ما تنعطيوش الناس فين يلوحوا. لو سول تروك اللي عندنا هو البحر، كسوسوا هنا ولا في عين دياب، كاين لي زيكول دو سيرف، المجتمع المدني، الجمعيات ولي زينيشاتيف ولي كوليكتيف، هما الوحيدين اللي تيجيو يجمعوا الزبل اور سيزون استيفال. من غير الصيف ما كاين حتى شي واحد اللي تيجي يجمع، وهذا الشيء سي با نورمال. في الاخر تاع شهر 10 مازال كاين الصهد بحال كنا في الصيف، والبحر مازال عامر. البلاد ديالنا زوينه ولكن ما مهليينش فيها، وتنتمنى شي نهار نشوف المواطن المغربي تينقي الزنقه كيف تينقي دارو. اون اتوندون تنشكر المتطوعين كلهم تاع مراكش، الرباط، محمديه وكازا اللي جاوا نقيوا البحر وداروا شي حاجه زوينه لبلادنا. وقبل ما نساليو سولت بعض المشاركين كي جاهم البلوغينغ. اليوم البلوغينغ كان زوين، دابا غير ديزيتيرمون باش نمشيو بحلاته. لا اليوم كنت كنزمو في البحر ونقيو ونضربو لي واحد السيقه المعلم. جينا نساهمو معاكم. انا ام جلاد تو هاوك وين اي كام باك. من بعد ساعة ونص وكثر من 60 مشارك جمعنا 480 كيلو تاع النفايات. وحتى نتوما الى عزيز عليكم الرياضة والتطوع ما تنساوش ديروا البلوغينغ. قولوا ايها الا فهمتوا شنو هو البلوغينغ.